السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. درسنا اليوم شباب إن شاء الله عبارة عن مراجعة سريعة مكثفة لقواعد الفصل الثاني فيما يخص سؤال الإعراب. مراجعة سريعة لقواعد الفصل الثاني من مهارات الاتصال، حددناها بسؤال أعرف. بسؤال أعرف طبعا لازم تعرف أنت أنه إذا جانا سؤال في قواعد الفصل الثاني أعرف، لازم تعرف أنه أنت بدك تكون حاصر حالك ضمن أربع دروس أو أربع قواعد، اللي هم ببساطة درس التعجب، درس كم، طبعا إعراب ما بعد كم سواء الخبرية أو الاستفهامية، أيضا عندك درس التمييز، وأخيرا اللي هي قاعدة إعراب الاسم الممدود والمقصور والمنصوب. خلينا نبدأ بالجزئية الأولى اللي هو درس التعجب. إذا طلب منا سؤال إعراب، طبعا لازم تعرف أنه بدرس التعجب المطالبين بإعرابه اللي هي صيغة ما أفعل. صيغة ما أفعل بهمني تماما تعرف أنه صيغة ما أفعل إعرابها ثابت. إعراب صيغة ما أفعل إعراب ثابت بغض النظر عن المثال اللي راح يجي. فلنفرض مثلا أن جاءتني جملة زي كلمة ما أجمل السماء. ما أجمل السماء وطلب مني إعرابها، بدك تكون بداية حافظ هذا الإعراب وتعرف كيف تتعامل معه. دائما بنعرض ما في صيغة ما أفعل على إنها ما تعجبية، عبارة عن اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهذا الإعراب يا جماعة الخير ثابت لا يتغير حتى لو تغيرت الجملة. دائما ما نعربها تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أما كلمة أجمل اللي هي بعد ما، هي عبارة عن فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وأيضا الإعراب ثابت ما بتغير مهما تغير المثال اللي بين إيدينا. إذن فعل التعجب بعربه فعل ماضي جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. أما المتعجب منه اللي هو عندي هون كلمة السماء، هو عبارة عن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وأخيراً يجب نحكي له والجملة الفعلية اللي هي جملة أجمل السماء المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به. هاي الجملة الفعلية في محل رفع خبر ما اللي هو المبتدأ اللي كان بين إيدينا. طبعاً هون بس سريعاً ممكن يجيني بدل المفعول به المنصوب اللي هو الاسم الظاهر، ممكن يجي عندي ضمير زي كلمة مثلاً نحكي مثلاً ما أجملك. ما أجملك، لاحظ أنه إذا عندي المتعجب منه عبارة عن ضمير، ضمير الكاف. طيب بهيك حالة بيختلف الإعراب؟ ما بيختلف، فقط اللي هو بإعراب الضمير، بدل ما نحكي عنه مفعول به منصوب نحكي عنه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وباقي الإعراب بيبقى ثابت كما هو. أيضا ننتقل لكم. طبعا المطلوب إعرابه في كم، مش إعراب كم نفسها، هو أنت مطالب بإعراب ما بعد كم، مطالب بإعراب ما بعد. مثلا لو جاءتنا جملة زي كلمة جملة زي جملة كم طالبا نجح في الصف، بداية عشان نعرف نعربها بدنا نحدد نوع كم، هل هي استفهامية أو هل هي خبرية. طبعا أنت ستعرف كيف تميز نوع كم، حكينا من خلال ما بعدها، من خلال علامة الترقيم، يعني عندك أكثر من حالة. اللي بدي إياك تعرفه أنه دائما وأبدا بعد كم الاستفهامية بدي يجي عندنا اسم منصوب. هذا الاسم المنصوب إعرابه أيضا ثابت، دائما وأبدا بنعرفه تمييز منصوب بتنوين الفتح. إذا ما بعد كم الاستفهامية اللي هو الاسم المنصوب يعرب دائما تمييز منصوب بتنوين الف. اما اذا جاءت عندنا كم الخبريه، واحنا بنعرف صرنا انه كم الخبريه بيجي بعديها اسم حركته كسره، يعني هو في له حالتين، اما بده يكون مجرور بالاضافه او بده يكون مجرور بحرف الجر. عندي جمله كم عالي من خدم الوطن، اتفرج عليها، هي عباره عن كم الاستفهامية، آسف كم الخبرية التكثيرية. عالم حكينا بعد كم الاستفهامية بده يكون الاسم مجرور، ف
مباشرة باجي بعربه، وإعرابه أيضا ثابت أو شبه ثابت، بعربه مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر، مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر، يعني ما بعد كم الخبرية بيكون مضاف إليه مجرور. أو في عندي حالة ثانية، إذا جاء عندي حرف الجر، إذا جاء عندي حرف الجر من، زي جملة كم من مريض شفاه الله. لاحظ إنه كم من مريض، مريض هون هي عبارة عن اسم مجرور، اسم مجرور طبعا بتنوين الكسر. إذا ما يخص كم وإعرابها سواء كانت خبرية أو استفهامية، بعد كم الاستفهامية دائما بيجي عندي تمييز منصوب بالفتحة أو بتنوين الفتح، وبعد كم الخبرية بدي يجي عندي إما مضاف إليه مجرور أو اسم مجرور إذا سبق بحرف جر. أيضا التمييز، التمييز سهل جدا إعرابه، إذا أنت استطعت تميز إنه هاي الكلمة هي عبارة عن تمييز، فالتمييز ثابت من ناحية إعرابية ما بتغير أبدا، سواء كان تمييز ذات أو حتى تمييز نسبة، بحكي عنه تمييز منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. إذا التمييز سواء كان تمييز ذات أو تمييز نسبة، بعربه تمييز منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخر. نيجي لجزئية أو قاعدة الأسماء الممدودة والمنقوصة والمقصورة. نيجي نبدأ بالاسم المنقوص. طبعا لازم تعرف أن الاسم المنقوص هو عبارة عن اسم ينتهي بياء مكسور ما قبلها، زي كلمة الهادي والقاضي والداعي إلى آخره. طبعا القاعدة اللي بدنا إياك تحفظها تماما أنه الاسم المنقوص إذا كان مجرد من أل التعريف والإضافة في حالتي الرفع والجر يعرب بالحركات أو بالحركتين المقدرتين على الياء المحذوفة، بنقدر الحركة على الياء المحذوفة أصلا. طبعا قبل ما نيجي لإعرابه بس بدك تتنبه لمسألة، أنه ممكن يجيني هنا سؤال علل، يجيني سؤال علل علل حذف الياء من الاسم المنقوص في كلمة كذا. طبعا جواب هذا السؤال أيضا ثابت، نيجي بنحكي له لأنه الاسم المنقوص مجرد من قل التعريف والإضافة. طيب نيجي لمسألة الإعراب، يجيني مثلا هذا المثال، مثلا جاء قاض، جاء قاض، أي الاسم المنقوص حط لنا عليه خط وحكي لنا أعرب ما تحته. لاحظ أن كلمة قاض هي عبارة عن فاعل مرفوع بالضمة، هي عبارة عن فاعل مرفوع بالضمة، لكن هاي الضمة مقدر على الياء المحذوفة لأنها أصلها جاء قاضي، الياء أصلا حذفت وعليها كان الحركة، فقدرت الحركة أصلا على الياء المحذوفة. الحالة الأولى اللي هي حالة الرفع. أما في حالة الجر زي ما أحكي مثلا مررت بقاض، مررت بقاض، لاحظ أيضا أن كلمة قاض عبارة عن اسم منقوص طلب مني إعرابها مباشرة، بحكي له الباء حرف جر، وكلمة قاض أيضا عبارة عن اسم مجرور بالكسرة، أيضا هاي الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة. إذا الاسم المنقوص إذا كان مجرد من قل التعريف ومن الإضافة وفي حالة رفع أو جر، بعربه بالحركات المقدرة على الياء المحذوفة. أما في حالة النصب فإن الياء بتكون مثبتة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تصير بعدها بتكون علامة نصبه اللي هي الفتحة الظاهرة على الياء الموجودة، يعني زي جملة رأيت قاضيا، رأيت قاضيا عادلا، أعرف كلمة قاضيا حسب موقعها، رأيت فعل فاعل، قاضيا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر. هذا كان ما يخص الاسم المنقوص. نيجي للاسم المقصور. بداية شو يعني اسم مقصور؟ بدك تعرف انه عبارة عن اسم ينتهي بألف، أي اسم ينتهي بألف بنسميه اسم مقصور. طبعا كيف بعرب الاسم المقصور؟ طبعا الاسم المقصور يعرب بالحركات المقدرة على آخره، بقدر الحركة على الحرف الموجود عندي على الألف على الآخر في كل حالاته، بالرفع أو بالنصب أو بالجر بقدرها للتعذر. زي ما نحكي جملة الدنيا ملعونة، لاحظ أن كلمة الدنيا عبارة عن اسم مقصور طلب مني إعرابه حسب موقعها، وانت بتعرف انه اي اسم نبدأ في كلامنا فهو مبتدأ، بكمل الاعراب، المبتدأ دائما مرفوع، اذا كان مفرد مرفوع بالضمة
بما انه اسم مقصور بنتهي بألف فالضم بتكون مقدر على آخره للتعذر، باجي بحكي له مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على الألف للتعذر. أيضا في جملة زي جاءت هدى، لاحظ أنه كلمة هدى أيضا اسم مقصور بنتهي بألف، طلب منا إعرابها حسب موقعها، جاء فعل والتاء للتأنيث، هدى هي الفاعل، فبحكي له هدى عبارة عن فاعل مرفوع بالضم المقدرة على الألف للتعذر. وزيها جملة مررت بالمستشفى، الباء حرف جر والمستشفى عبارة عن اسم مجرور، بما أنه آخرته ألف بدي أحكي اسم مجرور بالكسر المقدر على آخره أو على الألف للتعذر. إذن الاسم المقصور حكينا هو اسم ينتهي بالألف، من ناحية إعرابية يعرب بالحركات المقدرة على آخره في جميع حالاته بالرفع أو بالنصب أو حتى بالجر. أما بالنسبة للاسم الممدود، بدك تعرف أن الاسم الممدود هو عبارة عن اسم ينتهي بألف وهمزة ويعرب بحركات ظاهرة، إلا إذا كان هذا الاسم الممدود نكرة غير مضافة والهمزة فيه زائدة، فإنه هاي الفكرة يعني من هون يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه بده يكون اسم ممنوع من الصرف. متى بعربه مجرور بالفتحة عوض عن الكسرة؟ في حالة الجر فقط. يعني مثلا لما أجي أحكي لك السماء تمطروا، أجي أحط لنا خط على كلمة السماء وحكى لي أعرب لي السماء، أعربها إعراب عادي جدا، أحكي عنها مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، عادي جدا على أنه اسم عادي، صحيح هو اسم ممدود لكن بعربه إعراب عادي جدا بحركاته. لكن إذا جاء الاسم الممدود في حالة الجر، جاء الاسم الممدود في حالة جر، طبعا لاحظ هون كلمة أو جملة مشيت في صحراء، لاحظ أنه كلمة صحراء عبارة عن اسم نكرة والهمزة فيه زائدة وسبق بحرف جر، يعني بدك يجتمعوا عندك الحالات كلهم. كلمة صحراء عبارة عن اسم ممدود نكرة غير مضاف والهمزة فيه زائدة ومسبوق بحرف جر، طلب مني إعراب كلمة صحراء مباشرة باجي بحكي له كلمة صحراء عبارة عن اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ممكن مثل هيك حالة يجي يحكي لك اضبط ما تحته خط، زي كلمة صحراء مثلا، ما تتسرع، لأنه أنت خلاص ارتبط بذهنك أنه بعد حرف الجر بده يكون اسم مجرور بالكسرة، إلا بهاي الحالة بحالة الاسم الممدود بده يكون مجرور بالفتحة بدلا من. هذول هم القواعد اللي احنا مطالبين فيهم من ناحية إعرابية في قواعد الفصل الثاني، درس التعجب، صيغة ما أفعل، درس التمييز أو قاعدة التمييز، دائما بعرفه تمييز منصوب بالفتحة، كم أو ما بعد كم الخبرية أو الاستفهامية، بالإضافة للاسم الممدود والمقصور والمنصوب. تعالوا نحل تدريبات. مثلا قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، طلب مني إعراب كلمة راع، طلب مني إعراب كلمة راع، بدي أعرف أنه كلمة راع عبارة عن اسم منقوص أصلها راعي، يعني بدي يكون آخرها ياء. طبعا بالإعراب بدي دائما عشان أعرف أعرف الكلمة، بل اتفقنا أنه اتفرج على الكلمة اللي قبلها عشان أعرف شو موقعها. لاحظ أنه كلمة كل هي عبارة عن مبتدأ والضمير فيها مضاف إليه، فأجل الكلمة اللي بدي إياها كلكم إيش؟ كلكم راعٍ. إذن كلمة راعٍ عبارة عن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، لأن أصلها كلكم راعٍ، حذفنا الياء وعوضنا عنها بتنوين ال. في جملة خير الكساء ما ستر الجسد إلى آخره، بدنا إعراب كلمة الكساء، الكساء اسم ممدود، خير الكساء، خير عبارة عن مبتدأ والكساء عبارة عن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، مضاف إليه مجرور بالكسرة. أيضا في جملة الشورى أساس الحكم، الشورى اسم بنتهي بألف له اسم مقصور، الشورى أساس الحكم اسم ابتدأت فيه كلامي، إذن هو مبتدأ، فأجي بحكي له مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على الألف بما أنه اسم مقصور،
الضمة بتكون مقدرة على الألف طبعا للتعذر، اتفقنا بما أنه اسم مكسور بنتهي بألف بقدر الحركة عليه للتعذر. أيضا في جملة زي تخرج في الجامعة أدباء وعلماء وشعراء، طلب منا إعراب كلمة أدباء، طلب منا إعراب كلمة أدباء. تخرج أدباء، تخرج أدباء، حرف الجر والاسم المجرور ما بيأثروا على الموضوع، تخرج فعل فأدباء فاعل، فبعدي بحكي له فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخر. أيضا في جملة زي تقدير العلماء، هاي زي جملة خير الكسائي ما فيها أي مشكلة، هي عبارة عن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخر. نيجي لجمل التمييز، مثلا عندك مثلا الله دره عالما، أغنى الناس أكثرهم إحسانا، لبست خاتما فضة. إذا أنت حافظ الحالات اللي بيجي فيها التمييز مباشرة تيجي تحكي لإعراب عالما أو إحسانا أو فضة، طبعا كلهم بنفس الطريقة ونفس الإعراب لأنه حكينا التمييز يعرب بنفس الطريقة. دائما بحكي عنه تمييز منصوب علامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره، بغض النظر كان سواء تمييز ذات أو حتى تمييز نسبة. أيضا نيجي لجمل كم الاستفهامية والخبرية، طبعا اتفقنا أنه راح يطلب منا إعراب ما بعد كم، إعراب ما بعد كم، ما بطلب مني إعراب كم. عشان أعرف أعربها لازم أني أحدد نوع كم، هل هي خبرية أو هل هي استفهامية. عندي في جملة مثلا كم مدرسة في محافظة إربد، لاحظ أنه هاي كم استفهامية، اتفقنا أنه بعد كم الاستفهامية مباشرة بده يجي عندي تمييز منصوب بتنوين الفتح. بعد كم الاستفهامية كلمة مدرسة بده يجي عندي تمييز منصوب بالفتح. أيضا في جملة وكم صاحب قد جل عن قدر صاحب، وكم صاحب، بما أنه كم عندي هون جاءت خبرية إذا بده يكون إعراب ما بعدها مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر. بالنسبة لجملة التعجب اللي هي صيغة ما أفعل، صيغة التعجب القياسي، اتفقنا أن إعرابها ثابت، دائما بنعرف ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنظر اللي هو فعل ماضي جامد مبني على الفتح لإنشاء التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، المتعجب منه كلمة خضرته عبارة عن مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره طبعا وهو مضاف هون، وكلمة الزرع مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. لازم نحكي له بالنهاية إنه الجملة الفعلية اللي هي جملة أنظر خضرة الزرع في محل رفع خبر للمبتدأ ما اللي هي ما التعجبية. لاحظ إنه إحنا هيك خلينا كل ما يخص أسئلة قواعد الفصل الدراسي الثاني اللي هو سواء كانت صيغة التعجب أو أنواع كم أو التمييز أو حتى إعراب الاسم الممدود والمقصور والمنقوص. الموضوع بسيط جدا، يعني بيسوى منك أنك تحفظ هاي القواعد، تفهم هاي القواعد وتعرف تطبقها، والله ربي يعطيك ألف عافية. السلام عليكم.